أهلا بيكم. موضوع الربط عن الزوجة، إن الإنسان يكون بكامل قدرته الجنسية بعيد عن زوجته، أول ما يقرب منها ما يلاقيش عنده حاجة خالص، يعني بمعنى صح يلاقي الانتصاب بتاعه ميت، أو ربما يكون الإنسان متجوز اتنين يقدر إن هو يعاشر زوجته بكل قدرته الجنسية وبكل قواه العقلية، ومجرد ما يقرب من الزوجة التانية بح. طيب ايه حل المشكلة ديت؟ انا هقول لك. انا ربما يكون الربط عن الزوجة بسبب اذى من جن موجود في جسمك انت او بسبب في زوجتك، وانا هعرفك ازاي تعرف هل هو فيك ولا في زوجتك، فركز معايا. اول حاجة يا اخي الكريم، لو انت جيت تعاشر زوجتك وحسيت بالام لا يعلم بها سوى الله، اعرف انك انت فيك مس عشق، فلازم تستمع للرقية الشرعية وتحصن نفسك بالأثقال للضرورة لمدة 7 أيام بالظبط، وإن شاء الرحمن هتنتهي من عندك المسألة ديت. طيب لو أنت بكامل قدراتك الجنسية مع زوجتك الأولى، أو بتكون بعيد عن زوجتك بكل قواك الجنسية ومجرد ما تقرب منها تلاقي عن الانتصاب عندك خلاص صفر، اعرف ان زوجتك فيها مس عشق والجن ده بيسكن في الرحم، فتخلي زوجتك تجيب مسك وتدهن كل مفاتن جسمها وبالمسك ده، وتحاول ان هي تدهن جسمها ايضا بزيت الزيتون اللي مجرى عليه ايات الرقية الشرعية الخاصة بمس العشق، وان شاء الرحمن تنتهي المسألة ديت. اما بقى لو الموضوع كل ما تقرب من زوجتك مفيش حاجة، انا هديك 3 وصفات، والتلات وصفات دولت ناس كتير جدا جربوهم وجابوا نتائج مبهرة، فركز معايا. الوصفة الاولى، ورق السدر اللي انت شايفه ده، تمسك 7 ورقات من سدر وتطحنهم او تضربهم في الخلاط، وبعد كده تضعهم في اناء كبير وتقرأ اول 5 ايات من سورة البقرة وأيضا سورة الفاتحة وآية الكرسي كل واحدة 7 مرات، وتقرأ أول 5 آيات في الجن 7 مرات، وتقرأ الكافرين والمعوذتين والإخلاص والناس كل واحدة أيضا 7 مرات، وآيات الحسد والعين اللي تعرفها كل آية مرة واحدة بس، وتنفث في الإناء وتشرب وتغتسل منه في الصباح، وتشرب وتغتسل ايضا قبل الظهر، وتشرب وتغتسل قبل المغرب انت وزوجتك لمده 3 ايام، ان شاء الرحمن موضوع الربط ده هينفك من عندكم تماما. او تعالى وجيب اناء فيه ماء واقرا سوره البقره يوميا لمده 7 ايام، ولما تقرا سوره البقره تنفث في الماء وتشرب من الماء ده قبل اتيان الزوجه، ان شاء الرحمن هتلاقي الموضوع ده انفك من عندك. والخطوه الثالثه طبعا ذكرها الشيخ ابن حجر في كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري، ودي طبعا خطوه ممكن تستغرب ليها، ولكن هي موجوده في كل مواقع الانترنت وموجوده ايضا في الكتاب، تقدر انك انت تراجعها لانها تعتبر شاذه شويه. هتجيب فاس ذو رصين، والفاس ديت تلم جمر من مناطق مختلفة، يعني بمعنى صح حطب من أماكن مختلفة، وبعد كده تسخن الفاس على الحطب ده، وتيجي جاي عزك الله تتبول على الفاس، فبينبعث البخار بتاع البول ده لمنطقة الحوض عندك، فبيقتل الجن اللي ساكن في الحوض، فبالتالي تصير علاقتك الزوجية تمام وما عندكش أي مشكلة تماما من إتيان الزوجة. ما تنساش تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس وتنشرها لأصحابك وأصدقائك، جعل الله في ميزان حسناتكم جميعا. لكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد.